السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في كورس الـ AZ500 Azure Security Technology. ما زلنا مستمرين في شرح الجزء النظري الخاص بالـ Azure Identity Protection. عرفناها وعرفنا إن هي دي فيتشر بتقدم لي مزيد من أدوات الأمان أو التأمين للهويات على بيئة Azure من مايكروسوفت. اتكلمنا وقلنا انه الـ Identity Protection بتوفر لي كام بوليسي يا شباب؟ بتوفر لي 3 بوليسي رئيسيين، استعرضناهم مع بعض في الفيديو السابق، وقلنا ان هي عبارة عن Multi Factor Authentication Registry Policy والـ User Risk Remediation Policy والـ Sign-in Risk Remediation Policy. علشان تفرق بين النوعين دول، لانه في كتير من الناس بتتلخبط بينهم ومش فاهمة التداخل اللي بينهم ايه هو. انا شخصيا لما كنت بحضر للفيديو ده من حوالي يومين او 3، اطلعت على كتير من المصادر والفيديوهات اللي بتتكلم عن الفرق بين التو بوليسي ديت، لانه هم بيشتركوا مع بعض في تأمين الهوية الخاصة باليوزر، سواء اليوزر نيم والباسورد او حتى الستيب التانية الخاصة بعملية تسجيل الدخول نفسها. تعالوا علشان نفهمهم مع بعض نروح كده، يعني نركز مع بعض كده في الدقيقتين اللي جايين دول، ونقول ان احنا عندنا يوزر وعندنا ادي اجر، واجر مثلا عليه ابلكيشن، خلينا مثلا نقول الابلكيشن ده عبارة عن ساب مثلا. اليوزر ده جاي يعمل لوجن او ساين ان على الابليكيشن اللي هو الساب علشان يشتغل عليه. فاول خطوه بيعملها بيدخل الكريدنشال الخاصه بيه، عباره عن اليوزر نيم والباسورد. هنفترض ان اليوزر دخل اليوزر نيم صح، ولما جاي يدخل الباسورد دخلها غلط. مايكروسوفت هنا بتعمل ايه؟ هنا بتتنبأ من خلال الاشارات اللي احنا اتكلمنا عليها الفيديو اللي فات والعمليات التحليل، وقلنا ان مايكروسوفت بتحلل حوالي 6.5 مليار، او عفوا 6.5 تريليون اشارة من اشارات تسجيل الدخول والهويات والعمليات اللي تتخللها تأمين البيانات والهويات. اكتشفت من خلال الذكاء الاصطناعي المستند على تحليل الهويات ديت انه الباسورد غلط، فبالتالي احتمال كبير جدا جدا ان اليوزر منتحل صفة يوزر ما وجايب بيانات غلط. فعلى طول في الخطوة ديت هتروح تطبق عليه اليوزر ريميديشن بوليسي، فتقول له ايه؟ تقول له انه انت الباسورد بتاعتك غلط، روح اعمل لي ريسيت للباسورد. طبعا عشان يوزر يعمل ريسيت للباسورد، فهو مطالب بان هو يا اما يدخل رقم تليفونه المدخل مسبقا على البورتال، او يدخل الالترناتيف ايميل بتاعه علشان يجيله الكود الصحيح من مايكروسوفت. فهنا اللي بيقوم بالعمليات ديت هي اليوزر ريميديشن بوليسي. الشكل التاني ان اليوزر دخل اليوزر نيم والباسورد بطريقة صحيحة، اليوزر نيم صح والباسورد برضو صح، ولكن اليوزر اكتشف ان هو بيسجل دخول من منطقة غير المنطقة المتعارف عليها او المألوفة عند مايكروسوفت. الكلام ده احنا قلناه في الفيديو اللي فات لما قلنا انه يوزر دايما يسجل دخول من كايرو، بس المرة دي دخل يعني دخل بياناته او سجل دخول من منطقة مغايرة تماما او مختلفة تماما. هنا مايكروسوفت وبرضه من خلال التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي بتكتشف ان اليوزر ده قد يكون مسروق هويته، او حد منتحل صفة اليوزر او قدر يحصل على بيانات الدخول فبيحاول يدخل بها على ابليكيشن موجود على الاجر. فهنا مايكروسوفت على طول بتروح مطبقة عليه الساين ان
بوليسي او الساين انترميديشن بوليسي. وهو ده الفرق بين اليوزر ريميديشن بوليسي والساين انترميديشن بوليسي. يعني باختصار شديد جدا، لو رحنا كده وحاولنا ان احنا يعني نلخص العملية ديت، فاحنا عندنا نوعين من البوليسي، يوزر ريميديشن بوليسي والساين ان ريميديشن بوليسي. مايكروسوفت هنا مايكروسوفت هنا في الجزء ده بتحلل بيانات المستخدم نفسه، يوزر نيم والباسورد، بتركز على بيانات الدخول، بينما هنا بتركز على سلوك المستخدم في عمليات تسجيل الدخول نفسها. السلوك زي ايه؟ زي انه جاي من اي بي مختلف عن الاي بي المتعارف عليه، جاي من منطقة مختلفة من المناطق المتعارف عليها وهكذا. فهنا مايكروسوفت بتشير لاحتمالية اختراق بيانات المستخدم نفسه، بينما هنا مايكروسوفت بتشير لاحتمالية ان يكون مش هو اصلا المستخدم. تمام كده؟ علشان كده في الفيديو اللي جاي احنا هنتكلم على حاجة بتقدمها لي مايكروسوفت علشان تعالج المخاطر اللي جاية من هنا والمخاطر اللي جاية من هنا، وهي اسمها الكونديشنال اكسس، الدخول المشروط. هنشوف انه زي ما مايكروسوفت قالت لي ان في 6 مخاطر او 6 ايفنت ريسك انا بسجلهم، هتديني كمان 6 كونديشن عشان تتحقق من عمليات الريسك اللي جاية من جهة اليوزر او من جهة تسجيل دخول اليوزر. الكلام ده ان شاء الله هنشوفه في الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.